أنا ملتهي بالامتحانات وهوس التخرج ومرتضى ملتهي بخطوبته ويوسف مريض. ماكو مجال حتى نسافر ونسوق الموسم العيد وبدون ما نحكي كنا ثلاثة نحاسين بداخلنا إنه خلاص تأخرنا على الموسم وبعد ما راح نلحق. لحد يوم 27 مرتضى خلص خطوبته وأنا كان آخر امتحان إلي. وقاعد ويا صديقي حسون وطفر من عنده مصطلح تجويع السوق اللي تستخدمه شركة سامسونج. ومباشرة جتني فكرة وخابرت الولد وقلت لهم اجتماع بالليل. شرحت لهم آلية تأخرنا بهذا الموسم وشلون نقدر نحاول النجاح كبير. يعني نعتبر نفسنا متعمدين هذا التأخير باستغلال سياسة تجويع السوق. واحنا هسه 27/6 والعيد 10/7، يعني قدامنا بس 12 يوم حتى نسافر ونشتري البضاعة ونشحنها ونصفطها ونصورها وننشرها ونبيعها. فكانت ردت فعلهم اثنينهم سوى وبنفس الوقت انت مخبل اكيد ما راح نلحق، بس من شافوني مصر على الفكره قالوا لي ما دام انت مصر ومتاكد منها راح نمشي وياك ونوفر لك كل الظروف حتى تنجح. وثاني يوم سافرنا وبوجهنا رحنا قصينا الموديلات. ومرتضى خبر على مسؤول شركه الشحن وقال له اريد بضاعتي توصل بيومين ونص او 3 ايام بالزايد. صاحب الشركه قال له مستحيل هذا موسم راد لها اقل شيء 5 ايام. مرتضى جاوبه وقال له عبر لي اياها هالمره وما انساك راح ارضيك. ورجعنا يوم 5 بالشهر ولقينا البضاعه واصله قبلنا وحددنا الافتتاح يوم 8 بالشهر يصادف الجمعه بالتسعة الصبح. دخلنا حال الطوارئ عرض وتصفيط وتصوير ونشر على جميع البرامج وبدأ إقبال الناس من الساعة 8 الصبح. وبعد النشر حوالي 680,000 شخص شافوا الافتتاح بيوم الجمعة بس ومددناه للسبت. وشافوا بعد التمديد ما يقارب 184,000 شخص. قبل بوم كان موسم العيد من 10 إلى 15 يوم، وبعد بوم صار موسم العيد ينحسم بيومين. أكيد مدام شركتك بها دينكتين مثل مرتضى ويوسف مثل دينك القصور العباسية، دينك صلبة وتتحمل كل الضغوط وعندك قور بالمبيعات مثل موسى وزي وعندك رئيس هرم مثل علي عامر، فمن الطبيعي انه تحول أزمة الى نجاح كبير لاكثر من 500,000 شخص خلال يومين. تريد تنجح تكيف ويا كل الظروف، او لا خلي اعيد لك اياها بمعنى ادق واوضح. تريد تنجح صير مثل بوم.